وهذه التحديات على أرضية هذا الميدان في ختام تمهيدي المرموم. انطلاقة سليمة لشوطنا التاسع وهو الشوط الخاص باللقاية لبكار المحليات الأصايل وشعارات أصحاب السمو الشيوخ الحاضرة بكل قوة في هذا الانطلاق. نتابع البداية والمقدمة وصدارة هذا الشوط وسلهودة من قادة المجموعة بالشعار سمو الشيخ حمدان براد المكتوم سعيد بن سالم الليبي في عملية تضميرها وتدريبها خطيرة مع المركز الثاني سمو الشيخ حمدان براد المكتوم. وانطلاقة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد من انطلق بالصدارة بهذا الأداء المتميز. ومع المركز الثالث تاتي نسيم لسمو الشيخ راشد بن حمدان براد المكتوم مسري بن سالم بن عرطي الحميري متابعا لانطلاقة نسيم مع المركز الثالث. رابع التحديات الشاهينية بشعار هجن العاصفة وانطلاق غياث الهلالي. نتابع المركز الخامس وأرى القدوم في هذه اللحظات مع راهية لسمو الشيخ مكتوم بن حمدان براد المكتوم سعيد بن عبيد الحميري يعلن هذا الانطلاق. ولكن أرى هملولة تتسلل مع المركز الخامس بطريقة إلى المقدمة بهذا الأداء المتميز والشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم على ظهر هملولة بقيادة حمد بن علي العويد. ولكن بوتسوغان تتسلل تنطلق ايضا باداء متميز شعار سمو الشيخ زايد بن سيبر محمد آرن هيان ومتابعة محمد بن غريب بن راشد الكتبي. بينما انطلقنا مع المركز الثامن نتابع سرابة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم سيبر احمد بن خريدة من يتابع انطلاقة سرابة مع المركز الثامن. تاسع التحديات سمحة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آرن هيان يمع بن عتيج الرميثي من يتابع سمحة مع المركز التاسع. وعاشر الانطلاقات تاتي الشاهينية بشعار هجن العاصفة غياث الهلالي من يقدم الشاهينية مع المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام في هذا الانطلاق في هذه التحديات الجميلة والرائعة. ولكن لنا عودة مع الصدارة والبداية ومقدمة هذا الشوط وأرى الكوكبة ثلاثية على المقدمة في هذا الانطلاق مع هذه التحديات الجميلة والرائعة والشعار سمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم ينطلق مخطيرة اللي تقود هذه الجموع بهذا الشعار سمو الشيخ حمدان بن رايد المكتوم ومتابعة الخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. ولكن أرى سلهودة أيضا تتسلل إلى المقدمة والتغييرات مستمرة على مقدمة هذا الشوط. سلهودة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم متابعة سعيد بن سالم الينيبي بن صوغان تتسلل مع المركز الثالث لسمو الشيخ زايد بن سيبر محمد آل الهيان ومتابعة محمد بن غريب بن راشد الكتبي. ولكن الأسامي القادمة في هذه اللحظات شعار هجن العاصفة يعلن الهجوم على مستوى المركز الرابع الثالث والرابع بهذا الانطلاق المتميز ومتابعة غياث الهلالي المركز السادس. أرى التسلل أيضا في هذه اللحظات مع هذا الانطلاق المتميز سمحة لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آرن هيان يمع بن عتيج الرميثي. ومن الجانب الآخر سرابة لسمو الشيخ حمدان براد مكتوم سيب بن أحمد بن خريدة في عملية تضميرها وتدريبها. ولكن اتجهنا اتجاه سليم وصحيح إلى خط النهاية وإلى المنصة الرئيسية بهذا الانطلاق بهذا الاندفاع المتميز. سلهودة تسيطر على المقدمة منذ البداية رغم الضغوطات الواردة عليها من كل حد وصوب. ولكن اللي انطلقت
انت ما شاء الله. اعطيت الاوامر، اعطيت الاوامر، انطلق الجميع، تحدياتي هذا الشوط. ومن الجانب الاخر، من الجانب الاخر، خطيره 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 للغايه، تنطلق بالمقدمه، تنطلق بالصداره بهذا الشعار، شعار سمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم والخطير احمد بن سلطان بن رشيد. متابعا للخطيره، راحت راحت، انطلقت بتحديات هذا الشوط، باعدت المسافه، باعدت المسافه. تهانينا من هذه اللحظات لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم على تألق هذا الشعار في هذه الامسيه، في ختام تمهيدي المرموم. وها هي خطيره تقترب من خط النهايه، تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد ال مكتوم، تهانينا للخطير احمد بن سلطان بن رشيد. الشاهينيه مع المركز الثاني بشعار هجن العاصفه، المركز الثالث الشاهينيه بشعار هجن العاصفه، المركز الرابع تاتي سلهودة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، المركز الخامس تحديات نسيم لسمو الشيخ راشد بن حمدان بن راشد المكتوم. هذه النتيجة مشاهدينا متابعينا الكرام للخمس المراكز المتقدمة في هذا الشوط. لنا عودة مع التوقيت الزمني ولحظات وصول خطيرة إلى خط النهاية، تاتي بتوقيت زمني مقداره هذه لحظات الوصول. 5 دقائق 57 ثانية، 9 أجزاء من الثانية هو توقيت خطيرة. تهانينا لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم، وتهانينا موصولة للخطير أحمد بن سلطان بن رشيد. بينما اللي وصلت مع المركز الثاني تاتي أيضا مع هذا الانطلاق الشاهينية. 5 دقائق 58 ثانية، 4 أجزاء من الثانية. تهانينا لجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي، واللي وصلت مع المركز الثالث أيضا الشاهينية بتوقيت زمني مقداره 5 دقائق 59 ثانية، 9 أجزاء من الثانية. تهانينا لهجن العاصفة، تهانينا لغياث الهلالي.